السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني، بارك الله فيكم. أن حاليا في كل مكان نواصل اليوم سلسلة تربية الملكات، الطرق والأدوات. من الأدوات الضرورية اللازمة للنحال المنتج والمربي للملكات بشكل يعني بديهي، أولا إبر التطعيم. بالنسبة لإبر التطعيم يعني في منها أشكال، هذه الإبر الشائعة مؤخرا اللي هي إبرة التطعيم الصينية، وهذه الإبرة يعني عبارة عن يعني بهذا الشكل، سوف نشرح عنها بالتفصيل عند التطعيم إن شاء الله أو قبيل التطعيم مشيئة المولى عز وجل، وهي شائعة كثيرا أنا لا أستخدمها. الإبر القديمة الحديدية أو الستيل في منها هذا النوع ذو طرفين لمن يرتاح لأحد الطرفين، هذه الإبرة على أساس الإبرة أو نموذج للإبرة الأمريكية في التطعيم. هذه الأداة لإزالة الغذاء الملكي من الكؤوس. احنا نعرف بالأدوات وإن شاء الله فيما بعد إن شاء الله نتكلم عنها ونرى استخداماتها إن شاء الله. الطريقة اللي أستخدمها أنا هي عبارة عن التطعيم بالريشة، لو تلاحظون الآن أنا أستخدم التطعيم بالريشة، وليست أي ريشة، هي ريشة رسم عالية الجودة معمولة باليد، وهي ذات مقاس وحجم صغير جدا. يعني إذا لاحظنا المقاس الآن هنا تقريبا ماينس 2 أو ناقص 2، هذا بالنسبة لإبر التطعيم. هذه الريشة كما نلاحظ الآن بالنسبة لاستخدامها وبالنسبة للعمل فيها، هي أيضا راح نشرح عنها بتفصيل إن شاء الله، هي مجرد تعريف الآن بالأدوات، ونستكمل إن شاء الله بعد قليل. أخوكم سامي المعيدي، قناة النحال العربي الحر.